نون نون وبتاع. ايه بقى الابليكيشن ده؟ اهلا. طيب بعدين ايه نون ده؟ سمعتش عنه قبل كده. نون مصر. طيب حلو قوي. كنا عايزين ايه بقى؟ كنا عايزين ايه؟ عايز ستاند للموبايل. موبايل ستاند. تمام. اخترنا المنتج والشحنة. ها ايه ده؟ عظمة اوي كده. الاوردر وصل في اقل من 20 ساعة. معاكم عبد الرحمن الهواري، والنهارده هتكلم معاكم عن تجربتي مع موقع نون. نون او ابلكيشن نون بيبقى ابلكيشن شبيه بسو دوت كوم. الصراحه انا سمعت عنه في دول الخليج وسمعت عنه سمعه كويسه جدا، بس اول مره اتعامل معاه كانت امبارح. قررت ان انا اتعامل معاه وانقل لكم تجربتي. فجربت اشحن حاجه بسيطه، كنت محتاج ستاند للموبايل عشان لما اجي اشرح بعد كده. فطلبت الستاند في ظرف 5 دقايق. طلبته قبل ما انام كمان، يعني ما طلبتوش في وسط اليوم او حاجه، طلبته على الساعه 2 بالليل. فالاوردر اكتف وتاكد وبعتوا لي مسج ان الاوردر هيتشحن. فاستغربت الصراحه لحد ما الاوردر وصل لي النهارده الساعه 12 الظهر. الصراحه انا معجب جدا بالتغليف بتاعهم. التغليف بتاعهم كويس جدا. بيبقى الكيس مقفول، يعني انت اول واحد بتفتح الكيس. فتح خلاص اخيرا. طبعا اول ما تفتح الكيس شكله محترم جدا. كيس انا عجبني جدا الكيس الصراحه، يعني حاجه من الحاجات المبهره. وبيجي لك كارد محترم كده يكتب لك عشان اخترت نون جالك اللي مستنيه، وعندنا كل اللي نفسك فيه. حلو السلوجن ده. تغليف محترم جدا. و كيس الترقية. A few moments later. تمام، نرجع تاني لكيس الترقية و والاوردر وصل. انا كنت طالب ستاند للموبايل. شوف الاوردر وصل لي زي ما انا كنت طالبه بالظبط ولا في اختلاف؟ ترارارا. تمام. ده بيعمل بتشغله ازاي بقى؟ طيب ما علينا، هو الستاند زي ما انا شفته و عظم قوي. تمام قوي، عظم قوي. انا بشكر نون الصراحه على الخدمه الكويسه جدا وعلى التغليف المحترم. واهم حاجه عجبتني الصراحه دي، يعني دي محترمه جدا. الكيس بتاعهم الصراحه مختلف عن اي كيس انا شفته. عجبني قوي الكيس والديزاين بتاعه. اتمنى دي ما تكونش اخر تجربه مع نون، واتمنى اكون فدتكم التجربه بتاعتي. اتمنى الاوردرات توصل بنفس السرعه على طول وما يبقاش في تغيير زي الشركات المنافسه ليها. صراحه تجربتي كانت كويسه جدا. مبلغ الشحن كان 10 جنيه والدفع عند الاستلام 10 جنيه فيعني ما تعتبرش حاجه. فالموضوع بقى صعب، يعني يحسوا على دمهم شويه. بس فين الاستاند كده؟ بس انا جايبه عشان اصور على الفيديو اللي جاي. و ده اول فيديو مع السيت اب الجديد والزرعه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم عبد الرحمن الهواري، اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه. اي طيب. شكرا. عظمة أوي ده. عظمة.